ويجوز للقاضي منع أي شخص من مزاولة أي فن أو أي عمل أو... يا أنسي يا أنسي يا أنسي وقفي لشوف شو اسمك؟ أنا؟ نعم أنت عارفينا باسمك لشوف؟ سميحة سميحة هاتي لشوف يا أنسة سميحة سمعينا قدام رفقاتك شو فهمتي من الفقرة الأخرانية المنع من مزاولة أحد الأعمال يا عدي 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 يعني لو أنك فضلتي علينا هيك وأجلتي قيلولتك لبعض المحاضرة شوي بجوز كنت فهمتي علينا ليس المنع الذي ينزل بالناشر أو المالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها والأصل وهكذا قيل أن يكون المنع مؤقتا والأصل أن تتراوح مدته بين سنة وستة شهور رغد رغد شو بديك؟ طلعي في محبك شوفي لي تاج عيوني ظابط ولا الخير يا أنسة سميحة وبعدين بقى نص القانون على منع المترجم الذي يترجم ترجمة غير صحيحة عن طريق طق قلبي شو صفي بقطع النقطة مين قليل الذوق اللي مو حاطط موبايله على الصامت؟ ها؟ ايش شفتيتك؟ طيب ما بتشوفي يا أنسة سميحة انه قلة ذوق الواحد فوت على المحاضرة موبايله شغال؟ شرفي لا شرفي لهنيك نرجع لو سمحتوا اذا اي حدا حاطط موبايله مو صامت كرمالي معلش يحطه صامت لنعرف نعطيكم هالدرس ونخلص ثلاثة